قدر الله عز وجل وقع شيء تتحمله القبيلة الفلانية، كالدية مثلا، الدية اليوم معطلة، الدية ليقتل، ليقتل تعرف كم مئة من الإبل راهي تفوق المليار، الدية تاع الإنسان ليقتل خطأ. ومن أهل العلم من يدقق ويقسم الدية إلى أربعة أقسام. المهم عموما الدية من يتحملها؟ تحملها العاقلة والعشيرة والقبيلة، هي اللي تتحمل الدية. الآن أين عقيلتك؟ العاقلة وين راهي؟ وين القبيلة تاعك؟ مش موجودة. وين راهم الأعمام وأبناء العم؟ هذول الأصل يكونوا مئات مئات أو عشرات، يعني عدد كبير جدا، بحيث إذا جاءت الدية واحد قتل واحد خطأ في الطريق ولا شيء، هؤلاء كلهم يتحملون، يتحملون العائلة كلها تتحمل، ويجمعون له هذه الدية ولا يتضررون. لو واحد كل واحد يحط عشرة من عشرة ما يكفي، يطموا له مليار ولا يفوت مليار يعطوا له الدية تاعه، وهكذا تضمن حقوق الناس. أما اليوم لما عطلت هذه الأمور وفتتت العائلات من طرف الاستثمار الفرنسي، صارت عائلات صغيرة تنتمي فقط أنت إلى أبيك وأمك فقط، ولات الأسرة أصغر من ذلك، فهذا عطل بعض الأحكام الشرعية، عطلها بعض الأحكام الشرعية. وزيد على ذلك كما ذكرنا لكم من قبل في السيرة النبوية، وكذلك ذكرنا في حصص تفسير، قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتنم هذه القبائل، كان يغتنمها فيجعلها كتلا وكتائب في الحروب، فكانت تجتمع كتائب كتائب، فيضع كل قبيلة على ميمنة أو على ميسرة أو في ظهر أو في مقدمة، حتى تكون القبيلة متكاتفة ويظهر لهم الإنسان الذي هو ليس منهم ودخل في وسطهم، يظهر لهم لأنهم يعرفون بعضهم البعض، وعندهم تأتيهم كذلك الحمية، حمية العائلة، بحيث يقاتل ويدافع عن عائلته لأنهم يقاتلون معه ولا يخونهم ولا يتركهم. فهذه تكون من القوة التي يستعملها الإنسان في القبلية. وهذا الكلام الذي أقوله لكم الآن إنما حتى يظهر لنا أن بعض الأشياء أحيانا نحب نداويها إحنا نزيد نخربوها، كان أمور الشارع يخليها تبقى كما هي، خليها كما هي، نظمها وأعطي لها دافع إيماني، أعطي لها نظرة إيمانية، أعطي لها نظرة شرعية، خلي الناس بعد ذلك تتأطر في ضمن القبلية، وتصير القبلية بدل ما تكون هدامة للبلد تولي خادمة للبلد. ولا نقضي ما نحي هذا ونحي هذا وخلط هذا، وكما عملوا الكفار ماذا فعلوا في بلاد الغرب؟ ماذا فعلوا؟ قالوا نقضي على الجهوية. كيف نقضي عليها؟ غرسوا في الناس هذا الاختلاط، ونزعوا حتى ماذا؟ جعلوا العائلات عبارة عن قبلية، العائلات قبلية، قالوا خلاص نحيوا كل هذا الأمر هذا ونجعله متساوية، وجعلوا في قوانينهم أربعة أنواع من العقود تاع الزواج، عندهم أنواع من العقود تاع الزواج، وهذه العقود إنما الآن صارت قليلة جدا، وصار الناس لا يتزوجون، وإنما هي مشاركة في الحرام فقط، وتلك العشرة هذيك جعلت ماذا؟ قالوا الناس يكونوا كلهم سواسية، يعني لا يوجد عائلة واحد ينتمي إلى قبيلة، فخلطوا كل الأجناس وجعلوها هكذا، الإنسان لا ينتمي إلى أي شيء. فالشعور بعدم الانتماء الاجتماعي يورث أناسا يمشون على طريقة البهيمية، يفعل ما يشاء، ما عندوش عرض نتاعو يستحي منه، ما عندوش. دوك انت الان في الحي تاعك تعمل حاجه، تستحي تقول خويا يسمع، بابا يسمع، يما تسمع، اختي تسمع، زوج اختي يسمع، يعني وعندك سلسله، عندك محيط، هذاك المحيط يخليك تستحي تعمل بعض الاشياء. ولكن لو تجرد من هذاك الانتماء راح يولي وش يكون؟ راح يكون فساد، يفعل الانسان ما يشاء، كما هو حال الغرب الان، يفعل الانسان يجهر بالمعصيه ويدير وش يحب، يدير وش يحب، ما عندوش حاجه واحد تروح تشكي لواحد تقول له دار لي كذا، ما عندوش نعم. فالان عندنا احنا هذا الشيء يحافظ على المجتمع، من الامور التي نحافظ بها على المجتمع هو المحافظه على القبليه تاعنا. ولكن الدين ماذا قال؟ قال جعلناكم شعوبا وقبائل الواش، باش تتعرفوا برك، باش تتعرفوا، باش تعرف واحد يعرف بعض، ايدنتيفيكاسيون، هذا الواش، هذه هي الواش. فوق هذا الشيء هذا قالنا الله تبارك وتعالى ردوا بالكم تجعلوها ميزانا، باش كل واحد يقول لك انا وانا 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 اصلي وانا كذا وانا، لا لا،
قال إن الله تبارك وتعالى إن أكرمكم، يعني هو يقول إن بالك تحوسوا على الكرامة من جهة العائلة، قال إن لا، الكرامة هاو طريق تحوره. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني إذا كان حاب الميزان عند الله هذا هو، ما كاش واحد براني واحد وليد البلاد، كاش هذه كاش هذه نقدروا نقولوها هذا وليد البلاد يورينا البلاد جزاه الله خير بارك الله فيه، ونقدروا نتعاملوا معاه بعقلية تاع واحد وليد البلاد. واحد اخر بالك بدوي جاي من البدو، نعرفه قيمته ونتعاملوا معاه لانه بدوي، باش نقدروا نعطولو الاخلاق اللي تليق به ونقدروا نحترموا الاعراف تاعو. كاين امور بالك حنا نديروهم في وسط البلاد هنايا بالنسبه لواحد بدوي بالك عيب ما نقولوهمش، حنا نحترموه لانه علاش نعرفوا كي عرفناه باللي بدوي الان راح نحترموا له بعض العادات نتاعو. بالك هو يتكلم معنا بطريقه ماشي كيما انسان حضري، واحد حضري راح يتكلم بطريقه يعني كيما نقولوا احنا واحد الظرافه واحد المقدمه. هذاك البدوي والف يتعامل كيما نقولوا حنايا مربع، يقول لك اعطيني دير لي كذا. كانوا يجوا عند النبي عليه الصلاه والسلام يقولوا يا محمد، يطبع كامل الناس ويدخل يقولوا يا محمد كذا وكذا وكذا، مين ذاك يجبدوه منها؟ تخيل انت النبي عليه الصلاه والسلام يجي واحد يستفتيه يجبدوه منها، يجبدوه ولا يتكلم معه في شيء، ويتكلموا معه عادي بكل جرأة، لانه على طبيعه الانسان في البدو هكذا. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يفهم هذا الامر، يفهم ماهيش مشكله. فالان كل واحد ونعطوا له قيمته، نعطوا له قدره، نعطوا له طبيعه الحياه نتاعو اللي يعيش فيها ونحترموها. ما لم تكن تعديا على الدين، ما تكونش متعدي على الدين برك، هذا ما كان، تكون في اطار الشرع تاعها مسموح بها شرعا. ولما يكون مسموح بها شرعا خلاص ما ادتش حقوق الناس، طبيعه هذيك خليها كيما راهي، ما تقدرش تبدل هذاك الانسان. هو بدوي تربى هكذاك، هذيك هي حياته، يصلح بهذيك الطريقه، وانت يا تربي تحضري في هذاك المكان انت تصلح بهذيك الطريقه. واذا كان الان احترمنا كل واحد يحترم الانسان بطبيعه العائله تاعو، طبيعه العرق نتاعو، طبيعه القبيله نتاعو، تولي شعوبا وقبائل لتعارفوا. ورانا نتعايشوا ما شاء الله. لا يوجد، اقول لكم لا يوجد دين احترم الناس في عقلياتهم وطبائعهم وثقافتهم وتقاليدهم ولغتهم وقبائلهم مثل هذا الدين العظيم. ما كاش ما تلقاهاش. كلهم من جاو يسقموا فسدوا، لأن دخلوا عقليتهم، والبشر إذا دخل عقليته يفسد. فنخلوها احنا قانون الرب، هو اللي خلق العبد، والله سبحانه وتعالى قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. راح توروا لي وش خلقت أنا، توروا لي توما. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ياك هو خلقنا ويعرفنا، هو يعلم منا، يعلم كل دقيقة فينا وش اللي يصلح لنا وش اللي ما يصلح لناش. ولهذا أعطانا القانون الله تبارك وتعالى تاع الكرامة. مين تجينا الرفعة؟ مين تجي؟ تجي من تقوى الله. قلبك هو اللي يعطي لك مكانتك عند الله تبارك وتعالى. والآن حنايا في الحياة هذه يا إخواني الكرام ما راناش مطالبين ربي ما درناش، ما طلبش منا ولا امرنا ولا باش انا وانتايا وهذا نوزنوا شكون خير، هذا كله خير وهذاك شكون افضل عند الله، هذا كله هذاك، هذيك لا تاع ربي سبحانه وتعالى. انت فقط انت مع روحك، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اذا كان حاب انت وحدك بينك وبين الله، حاب تفوق الى الاماكن العاليه وتجيب الرفعه عند الله تبارك وتعالى والمنزله العاليه عند مولاك، انت عليك هاو طريق رسمه لك الله، عليك بتقوى الله. الشيء الاخر خاطيك، الشيء تاع الناس، هذاك الناس قلوب الناس هذيك خاطياتك. فلذلك الان حنايا هذا وش نسميه حنايا، هذا ارجاع الشرعي الناس، يرجعهم ربي الى انفسهم. احنا يرجعنا ربي انفسنا، وكي ترجع الانسان لنفسه يتسقموا الناس. اما كوننا احنا كي نشتغلوا بغيرنا وش راح يصير لنا؟ شفتوا الان لما تكلمنا على الغيبه في الدرس الماضي، ولما تكلمنا على الغيبه كذلك في الخطبه تاع الجمعه، قلنا واحد الكلمه مهمه جدا. هذيك الكلمه لازم تنتبه لها، ان من مفاسد الغيبه، من الامور التي فيها عندنا تشعر بها كي تكون تغتاب، وش هي؟ انك دائما كي يكون انسان يغتاب في انسان دائما، هذا يعني انه يشعر في نفسه الداخل باللي هو خير منه. كي تكون تحكي على واحد قلهم دار وعمل في هذيك الديفو، في هذيك وفي هذيك، وعمل كذا وعمل كذا، وش معناتها هذا الكلام؟ معناتها انت ما فيكش هذه الامور، راك تقول نبلي هذا الانسان في هذه الاخطاء، معناتها انت مليح. فالغيبه هي تزكيه للمتكلم من دون ما يشعر، وكانك تقول نبلي انا مليح، هذاك ماشي مليح.
يعني بطريقة غير مباشرة، وهذا هو المفهوم. ولذلك الغيبة عجل الله عز وجل لها العقوبة في القبر، لأنها لا تصدر إلا من قلب مريض. والعقوبة تاع القبر هذيك اللي تكلمنا عليها وما زلنا نتكلموا عليها في الخطبة تاع الجمعة، هذيك العقوبة واش قلنا فيها؟ قلنا أن الإنسان غير يدخل القبر يبدأ العذاب، ما يستناش يوم القيامة. علاه؟ مستعجل، لأنه ربي وسخط عليه. مادام هو غضبان عليك تتعذب في القبر، نسأل الله يعافيك ويعافينا. فلذلك الآن عذاب القبر هذا هو يدل على ماذا؟ على استعجال للعقوبة، نظرا لأن الله ساخط على ذلك الميت. فلذلك النميمة وعدم الاستتار من البول والغيبة، هذه الأشياء كلها إنما هي بسبب ماذا؟ بسبب هذه الذنوب التي جعلت الله سبحانه وتعالى يسخط على ذلك الإنسان، فاستعجل عجل له الله عز وجل عذاب القبر. وهذه الذنوب عليها ربي يغضب عليها، لأنها لا تصدر إلا من قلب نتن، القلب المعفن. ولذلك النمام مش قلبه، والغيبة من تصدر؟ نجي من أي قلب تخرج؟ تخرج من قلب صافي، ما تخرج من قلب صافي. ولذلك الآن أنت دائما يردك الدين وين؟ يردك تفتش في قلبك. قالك إذا كان حاب تتميز ولا إحنا وإحنا وإحنا ناس كذا وإحنا ناس كذا، لا لا هذيك خليها عندك، هذيك باش إحنا نعرفوك العائلة الفلانية، باش نعرفوك برك نعرفوك، هذا ما كان. الآن الكرامة تاعك وين راهي؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تحب تجيب مكانتك عند الناس؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الناس، روح للأحاديث أفضل الناس، خلي هذه كامل وروح للأحاديث تاع أفضل الناس. وأفضل الناس عند الله من أنفعهم للناس. تحب تجيب مكانة مليحة وين؟ تكون أنت خادم للناس، للمسلمين، تفكر في المسلمين، حياتك تضحي من أجل المسلمين، الناس يلقاوك دائما موجود خادما لهم. يعني الآن كما قال بعض الصالحين، قال كلمة جميلة جدا، قال الإنسان إذا أراد أن يثبت مكانته فليثبتها عند موته لا عند حضوره. كي راك حاضر هنا راك تخدم واحد الأمور، هذوك الأمور احنا ما نقدرش نقيموا فيهم درك، بالك ما ننساوهم، ننساوهم هذوك الأمور. ولكن انت نهار تموت احنا نقولوا يا فلان سبحان الله ما شاء الله، قال المكان تاعه قعد فارغ. علاه؟ لأنك انت كانت مكانتك ما شاء الله في وسمة، وكنت رجلا خدوما خلوقا تقيا عابدا. لما كنت في هذيك المكانة كنت حاكم واحد المكان ما شاء الله، وهذو الناس اللي يعيطوا لهم يقولوا لهم هذا حي 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 حي. وش متى حي؟ بمعنى هو كان حيا في وسطنا، ثم بعد ذلك لما مات ما زالت مكانته تأثر فينا، ما زالت المكانة تاعو عندنا. فهذا الإنسان حي حي، ما زال حي. فلذلك الآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى هذا باب عظيم جدا في علاقتك مع مولاك سبحانه وتعالى، كيف تضبطها، كيف تحسنها، كيف ترقعها. كاين علاقات أحيانا الإنسان مع الله عز وجل كاين أمور حساسة، ممكن أن ترك هذيك الأمور الحساسة رك خلط فيها، لازم تصلحها، لا سيما ما يتعلق بأبواب الشركيات صغيرها وكبيرها، الرياء وفساد النية. هذه الأمور دائما الإنسان يبقى يعالج فيها حتى يعظم تقوى الله في نفس الإنسان مع الله عز وجل. وهناك تقوى الله تبارك وتعالى من حيث ما أن تتقي الله عز وجل في الناس، في من استرعاك الله سبحانه وتعالى عليهم، في أهلك وذريتك ورعيتك، وما أعطاك الله من المناصب والأمانات، وما أعطاك الله تبارك وتعالى من الناس الذين هم يحيطون بك يحتاجون، عندهم حقوق عليك، عندهم معاملة، الجيران وإخوتك الذين في المسجد، وكذلك أهل الحي الذين تعرفهم من جيرانك، وكذلك الزملاء والأصحاب، هذا عندك حق وعندك واجب معهم. فلذلك الإنسان إذا ضبط هذه الأشياء فإنه يرتقي بتقوى الله عز وجل في مكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى. وأنا ذكرت لكم واحد الشيء، يعني الإنسان التاجر يكون شاطر كما يقولوا احنا، التاجر يكون ذكي كيسا، وهذا الذكاء هذا هو اللي يخلي التاجر يقدر يغتنم الفرص. والتجارة فرص، تجارة فرص، لأن التجارة ليست بناء وإنما هي فرص. تجارة ماشي وتبني حجرة بحجرة، هذيك تطول لك، وإنما التجارة الرابحة وشنو هي؟ فرصة، تفتح لك فرصة تضرب صفقة يطلع رأس المال. هكذا الصحابة داروا، الصحابة جو فرص استعملوهم، تأخذوا مواقف شرعية ربي يكتبها لهم رفض لهم المقام تاعهم. فأنت مع تقوى الله اللي راك تربي في نفسك بالبنيان هذايا، وش تزيد تدير؟ كي تطيح لك فرصة باش تتخذ موقف
يشهد لك الله عز وجل به، أنت هذاك الموقف تكون حاضر فيه، لأن الموقف وش هو؟ قد يفتح لك الباب مرة في العمر. وذكرنا إحنا أبواب فتحت للصحابة كسعد بن معاذ 6 سنين من الإسلام ومات اهتز عرش الرحمن. كيف جاب المكانة هذه سعد بن معاذ؟ جابها بهذاك الإقدام والموقف تاعه مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر وغيرها من المواقف الأخرى. هذيك المقامات اللي كانت عندهم الصحابة خلتهم عاشوا أيام. كاين اللي عاش أيام في الإسلام، أيام. كاين اللي دخل الإسلام اليوم، اليوم قاتل ما دارتش عليه 24 ساعة، فإذا به هذا الإنسان يكتب له الله تبارك وتعالى الجنة. مواقف يفتح لك الله باب، تدخل أنت في هذاك الباب وتقف موقف شجاع، موقف تقف مع الدين، تقف مع الإسلام، تخدم دينك، تقف تخدم البشرية. كل واحد كيف يطيح له موقف تاعه، فأنت تكون حريصا دائما تترقب، والإيمان تاعك هو الذي يدفعك إلى أن تقف ذلك الموقف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيها دلالة على أن الناس يتفاوتون ولا لا، أكرمكم أفضلكم معناتها على وزن أفعل، يعني بمعنى كان مفاضلة. إن أكرمكم بمعنى كان إنسان راه أكرم عند الله تبارك وتعالى. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى التنافس، إشارة إلى أن ربي سبحانه وتعالى فاتح لنا واحد الباب، باب التنافس في المباح. نفسك وتنافسني في طاعة الله تبارك وتعالى، لا حسد ولا أني نتمنى عليك النعمة تزول عليك ولا لا. أنت تحسدني في ماذا؟ في شيء أعطاه الله تبارك وتعالى لي يكون سببا في الدخول إلى الجنة، وأنا أحسدك في ماذا؟ أحسدك في شيء أعطاه الله عز وجل لك يكون سببا في دخولك الجنة. وشنو هذا الأمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في إحدى اثنتين، رجل آتاه الله مالا وأعطاه معه العلم، ثاني مشي غير المال، فهو يسلطه على هلكته في الخير. سمع أعطاه ربي المال وأعطاه له واحد العلم، هذاك العلم استعمله خدم به المال، واش دار له؟ قال أنا الآن المال هذا رايح رايح، دوكا عندي حالة من الاثنين، إما نسبقه يسبقني ولا إما نخلفه مرايا. إلا خلفته مرايا راح يدوه الورثة وتحاسب عليه أنا، وإلا سبقته بين يدي قدموا بين يديكم ولتنظر نفسه ما قدمت لغد. قال الآن أنا نشوف ما لا نسبق ونخليه هذا الإنسان هذا المال هذا ما يبنيليش طريق في البحر، يبنيلي طريق عند الله. فالآن هذاك المال هذاك أنا مادام راح نموت نموت، والمال راح يخلص يخلص، سلطه على هلكته، معناتها المال راح يخلص يخلص، واش دار له هو؟ حطه في سبيل الله، مشاه في سبيل الله باش يبني به بيتا قبل ما يلحق يلقاها وجهه. فهذا الانسان انت تحسده، والحسد هذا ماشي تتمنى يتزول عليه النعمه، لا، تحسده بمعنى تغبطه، تتمنى تغير منه، تتمنى تكون كما هو. هذا هو الحسد المحمود عندنا في ديننا. وكاين اخر اعطاه لربي سبحانه وتعالى علم، اعطاه العلم ما اعطالوش المال، وش يقول هذا الانسان؟ يقول: يا ليت لي مثل فلان فافعل مثل ما فعل هو، كان غير عندي المال كما هذاك نتصدق. قال: فهما في الاجر سواء، هما في الاجر سواء. فالانسان الذي يعلم علما وينفق مالا ويبذل جهدا ويبذل نفسه في طاعه الله، هذاك انت يا تنافسه. كيف تنافسه؟ اي تتمنى انك تكون كما هو ولا خير منه، نفسه روح تفضل تفضل ما شاء الله. ولكن بشرط، إياك أن تمشي في المنافسة تاع الشيطان. منافسة الشيطان وش هي؟ الشيطان يجي لهذه المنافسة الشرعية يدوزيها شوية ويخلط لها شوية حظوظ النفس، يخرج الإنسان من المنافسة الشرعية إلى الحسد والتحريش بينكم. يولي الإنسان يتمنى أنه فلان يبطل صلاته هو يبقى يصلي، ما يليقش هذا، ما يليقش أبدا. يتمنى أن فلان جاهل ما يتعلمش هذيك المعلومة هو يتعلمها، ما يليقش هذا، مستحيل. هنا لازم تعاود تراجع كاع نفسك، هنا راه مر. ابن عباس واش قال؟ ابن عباس واش قال؟ قال: إني لا أمر على القرآن. أعطاه ربي النبي عليه الصلاة والسلام، دعاله قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، علمه التأويل. ولا كان ولا ما يجوز على آية إلا يفهمها، ولم التفسير على الصحابة كلهم، واجتمع عند ابن عباس من التفسير ما لم يجتمع عند غيره. وصار عبد الله بن عباس لا تكاد تجد آية من القرآن إلا وله فيها قول على الأقل، وكان حبر الأمة وترجمان القرآن. فعبد الله بن عباس وهو من صغار صحابة كان يقول: شوف بصح باش ربي جعله هكذا لازم القلب يكون مليح، لازم. وش قال عبد الله بن عباس؟ قال: إني لا أمر على الآية من القرآن
فيظهر لي فيها يعني من الخير والتأويل، يبان له ربي يعطي له واحد الفهم في الآية، لأن القرآن هذا عجيب، قد ما تزيد تتأمل يزيد ربي يخرج لك فيها من المعاني والآيات. فقال: وإنه لتظهر لي فيه من اللطائف والمعارف ما أتمنى لو أن كل مسلم يتطلع إلى ذلك. قال: أنا كي تجيني معرفة، هذا شوف معرفة نطلع عليها في الآية. قال: أنا نتمنى أن كل الناس يفهموا فهمت أنا. فالخير تتمناه للناس، ومن بعد ما تخافش، إذا حب ربي يرفعك ويفوقك على الناس يفوقك. ولهذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا يدل على المنافسة، يدل على أن الإنسان دائما يسعى إلى أفضل. وإحنا ذكرنا في خطبة مضت تحت عنوان أيكم أحسن عملا، على أن ديننا، وجبنا كامل الآيات اللي قدرنا نلموها والأحاديث التي تدل على أن القرآن الكريم والسنة النبوية علمونا ما نرضوش بالمرتبة اللي عندنا إحنا، ما نرضوش بالمرتبة كما سيأتينا في الآية تالي، ما نرضوش بشيء، تقول الحمد لله أنا صلاة، الحمد لله أنا صلي، دائما إلى أحسن، دائما إلى أحسن. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني وش معناتها؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، يعني شوف دائما إلى أفضل، دائما أفضل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني من أفضل الناس؟ أفضل الناس من طال عمره وحسن عمله. خير الناس للناس، أفضل الناس عند الله أنفعهم للناس. فالآن شوف دائما أفضل أحسن، يعني هذا دائما ما كان الأفضل أنت أبحث عنها، دائما أبحث عنها. ولذلك أنت تتعلم هذا في الصلاة، في الصلاة كل ركعة، كل ركعة راح تقول واحد الكلمة، هذه الكلمة ما هي هذه الكلمة؟ هذه الكلمة راك تقول للرب سبحانه وتعالى: أنا ماذا بي تحطني الفوق الفوق الفوق. وش هي الكلمة هذه؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شكون هم الذين أنعم الله عليهم؟ راك تقول له: ربي اهدني إلى الصراط المستقيم. من هو الصراط المستقيم؟ ما هو؟ صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أنت الآن راك تضرب الفوق، راك حاب تجيبها مع الناس الفوق. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا واحد العلم، وشن هو؟ قال لنا: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه في وسط الجنة وأعلاها. الفوق الفردوس والفوق، هك الجنة جاية هكذا، هي مراتب، الجنة مراتب هكذا، الوسطانية هي اللي فوق كما الهرم، وهي الفردوس الأعلى، وإن وسط الجنة أعلى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. ما تقولش أنا غير نسلك من النار، اسأل، اسأل الله، فإنك تسأل غنيا، اسأل الله، اسألوا الفردوس الأعلى، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهله. فالآن تسأل، ما تقولش أنا معليش غير خرجني من النار برك ونسلك، معليش غير نكون هذاك اللي يعطي له، لا لا، اسأل الله دائما. ربي يطلب منك تكون عالي الهمة، لازم يكون عندك همة عالية. ولهذا قلنا: إن أكرمكم عند الله يتقاكم. كما أنه حرم عليك أنك تتفضل على الناس بطريقة غير شرعية، وهي الجهوية والمال والعرقية والعائلية والقبلية، أباح لك كذلك أنك تتفضل وتتميز عن الناس بماذا؟ بتقوى الله تبارك وتعالى. قال لك: هاولك المضمار، يلا هاي المسابقة، هاولك الطريق وراه اللي تمشي فيه، تحب تدير المنافسة هنا. أما في العائلات كذا لازم كل نكون متواضعين. والله شوفوا يا إخواني الكرام، كلكم كلكم راح تتفقوا معايا في حاجة، أنه ما أجمل الإنسان الذي رفعه الله وتواضع. ما تواضع عبد لله إلا رفعه. شو كي تكون تشوف واحد وزير، واحد إنسان قاري عنده شهادات عليا، واحد إنسان عنده يتقن 4 لغات 5 لغات، يقعد في الجماعة هذا وتشوف التواضع نتاعه، تشوفه متواضع، الناس تتكلم هو ساكت، وإذا تكلم يفيض بالعلم، ساكت متواضع، يكبر في عينك واحد كيما هذا. وبالعكس لو كان تشوف واحد جاهل أو عنده بعض المعلومات ويجلس ويتكلم بأي شيء وفي أي شيء وأي موضوع ويظهر هو الأحسن دائما، يسقط من عينك ولو كان يعطيك معلومات صحيحة. لماذا؟ لأن الإنسان ما تواضع الإنسان لله إلا رفعه. ويشوف الإنسان صاحب المال والجاه كذا وتشوفه ياكل مع الفقراء المساكين ويتواضع في لباسه ويتواضع مع المسلمين، يعني لا يترفع عليهم، ويلبس ويركب كما يحب مش مشكلة، ولكن دائما عنده التواضع والكلام مع المسلمين، يكبر في عينك، يكبر في عينك، ليس لأنه صاحب مال، لأنه صاحب تواضع، لأنه قلبه مليح على هذيك التواضع. ولهذا لو كان قلبه العكس، ربي سبحانه وتعالى يغضب على من؟
يغضب على الإنسان اللي ما عندوش مكانة أصلا ودير روحه المكانة، ودير المكانة هذيك بماذا؟ دار الروح مكانة بطريقة غير شرعية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم وعائل مستكبر. عائل، وش معنى العائل؟ العائل هو الذي أكله الفقر، أكله الفقر خلاص. كي كناه الفقر هذا يعني خلاص ما عندوش العولة. هذا الإنسان حكمة العيلة كما يقولوا، هذا الفقير هذا ومتكبر. تخيل هذا فقير متكبر، تسمى ما عندوش باش يتكبر، باش يتكبر يعني اصلا. فهذا باش فقير وتكبر وكان جا غني، واش يدير هذا؟ على هذيك ربي يغضب عليه، معناتها هذا قلبه متعفن درجة كبيرة جدا، ما عطاه والو راه يتكبر. ما لو كان يعطيه واش يدير هذا الانسان؟ اذا دليل على ان هذا الانسان قلبه متعفن متكبر. والقلب اذا تكبر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن نازعني في شيء منها عذبته. الكبرياء ردائي، قال الله تبارك وتعالى: فمن نازعني في شيء منها عذبته. فالكبرياء أمر الله تبارك وتعالى، احنا ما نقدر نتكبر. ولهذا الإنسان لابد أن ينظر إلى المكان اللي يمشي فيه، واللي يتنافس فيه، واللي حاب يمشي فيه للرفعة، السلم اللي تطلع فيه وشن هو هذا؟ هو السلم اللي يرفعك، تقوى الله. أعطانا سلم واحد الله تبارك وتعالى، والميدان واسع، أبواب الخير كثيرة، وتقوى الله تبارك وتعالى أمر يعالج ويربى، والحمد لله رب العالمين. الأمر الآخر، قال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، أي بمعنى أن الله عليم وخبير، عليم وخبير بهذه القلوب وما فيها من محتويات أو من مقدار التقوى والإيمان الموجود في قلوبكم. إذن لا نحتاج إلى مقياس، ما نحتاجوش واحد يقيس لنا الإيمان تاعنا، ما نحتاجوش إلى واحد يحكم لنا أنت عندك الإيمان 10% أو أنت 20%، لا، كاين عليم وخبير، هو الله، هو اللي يعلم هذا الأمر هذا. ولذلك إحنا لا ندري، لا ندري والله، كاين ناس قد يظهرون لك ناس عاديين ولهم من العبادات والعلاقة مع الله شيء عجيب جدا، يعني يظهرون لك بلي ماهوش عباد، وربما هو تقي خفي. نعم العبد التقي الخفي. فلذلك لا نستطيع الحكم على الناس، ونسأل الله يديم علينا الستر والعافية. قال بعض السلف، قال كلمة جميلة، قال: إننا لنتباهى فيما بيننا، قال: ولو جعل الله سبحانه وتعالى لذنوبنا رائحة لما استطاع أحد منا يجالس الآخر. لو كان ربي سبحانه وتعالى كل ما تدير ذنب تخرج منك رائحة كريهة، تخيل لو كان ربي سبحانه وتعالى يديرنا حاجة علامة، كل ما يدير واحد فينا ذنب تخرج منه رائحة كريهة، يولي واحد فينا ما يجالس الآخر. هكذا قال بعض السلف، قال: ولكن الله ستير، استرنا ربي سبحانه وتعالى، نسأل الله يديم علينا الستر في الدنيا والآخرة. ثم قال الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. شوف الآن الأعراب تكلمنا عليهم، وقلنا باللي أحيانا القرآن الكريم يذكر هذه الفئات كما يقولون، وهذه الفئات هذه إنما يذكرها الله تبارك وتعالى من باب التعريف بنوع الناس، لا من باب الجهوية أبدا. قال الله تبارك وتعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالله ورسوله. فكان أعراب نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا من أهل الجنة. يعني الآن كي يتكلم لك القرآن، كان فئة من الناس جاءوا، هذه واقعة وقعت، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. احنا هنا الآن قبل ما نشرح الآية هذه، كاين واحد الظاهرة مهمة جدا، مهمة جدا، ودائما دائما نلاحظها في كل يوم تقريبا. وهذه الظاهرة هذه تدل على تدني في المستوى الثقافي. وشن هي؟ الحكم بالعموم، الحكم بالعموم. احنا موجودة عندنا هذه الظاهرة هذه، وهذه الظاهرة هذه مش موجودة عندنا احنا في الجزائر بك، موجودة في الأمم تقريبا كامل، خاصة الأمة العربية تاع القمة العربية. فالآن احنا يا الأمة تاعنا، خاصة احنا عندنا في الجزائر، تلاحظوا واحد الظاهرة وشن هي؟ يقول لك هذو كامل ماشي ملاح، وناس الغرب فيهم كذا، ناس الشرق فيهم كذا، القبائل فيهم كذا، الشاوية فيهم كذا، ناس الصحراء فيهم كذا. شوف الآن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم واحد الكلمة،
ولا يقول لك انتم لا فامي فلان كامل هكذا، ولا جماعه الحي فلاني كامل هكذا، ولا واد الرمان كامل فيهم كذا، ولا دراريا فيهم كذا، ولا سباله فيهم هكذا، ولا سطوالي فيها هكذا. يا اخي هذا حكم عام على بالك. عبالك كاين في الدراسات الجامعيه، في الدراسات الجامعيه غير تدير حكم عام يرفضوا لك الكلام تاعك. ما تقدريش تحكم حكم عام ابدا، والا تزر وازره وزر اخرى. واش بيك؟ احنا هذا الانسان ما نقدروش نحكموا عليه حكم واحد، لانه يتبدل، هو الانسان يتبدل. البارح سكران، اليوم هو ساجد. ما تقدريش تحكم حكم عام. كيفاش تتحكم كامل هذو كامل سراقين؟ هذوك اللي باللحيه كامل ما يسواوش، اللي فيهم هذه كامل لا تقدرش تشوف. الاحكام العامه اعظم مصيبه رانا نديروا فيها. نقول لك واحد الكلمه، لما تقول باللي انتم اللي فيكم هكذا كاع فيكم كذا، انا نسالك سؤال، على بالك باللي ستكتب شهادتهم ويسالون؟ على بالك باللي ما من كلمه تحكم عليها انت راك شهدت شهاده، راح يسالك الله علاش هذو من الناس كامل حكمت عليهم باللي هكذا؟ علاش حكمت عليهم؟ كاين ناس طيبين، كاين ناس يتقوا الله، كاين ناس يخافوا رب العالمين. فاذا نشوف الحكم العام هذا لا ما يقولوش، نحيو نحيو. شوف هذه الظاهره موجوده عندنا بكثره في الجزائر، وكاين الناس يظهروا في اليوتيوب ويأثروا في الناس ويقول لك هذو كذا فيهم كامل كذا، والناس هذو فيهم كامل كذا. لا مش مليح. نقدروا نقولوا الحكم العام في المدح احيانا باش نشجعوا الناس. نقولوا مثلا ناس الصحراء كامل كرامة ما شاء الله. كي نقولوا ناس الصحراء كرامة واش معناتها؟ ماناش نعيروا في ناس واحد اخرين، ناس الغرب كرامة وناس الشرق كرامة وناس الوسط كرامة والناس كامل كرامة والحمد لله. ولكن رانا نقولوا حكم غالب انه اهل الصحراء موالفين يكرموا لبساطة عيشهم وطبيعة الحياة، وانهم ناس عايشين غالبا موالفين يعيشوا وحدهم. كي يشوف الانسان يبتهج به ويفرح به فوالفوا هذاك الكرم من عند حاتم الطائي، يعني من عند العرب في الجاهلية، ومشات هذيك طبيعة فيهم، طبيعة العرب بالكرم هذا معروف. فالان دوك اهل الصحراء يتصفون بهذا. دوكا في الصحراء كاين اللي يغلق عليك الباب ما يضيفكش، كاين ولا ما كاينش، كاين تلقاها. كاين ناس ماشي ما عندهمش الكرم مثلا. هل هذا معناتها نقولوا احنا خلاص اهل الصحراء ماشي ملاح؟ لا نبقاو نقولوا اهل الصحراء كرامة ما شاء الله. مازال فيهم الكرم الى يومنا هذا. ومازالت ظاهرة الكرم موجودة فيهم. كي نمدحوهم كامل على خطرة، ولو انه كاين فيهم ناس ما يكرموش ناس. كي نمدحوهم كامل ما تضرش، بالعكس راح تشجع. فاذا العموم هذا حاول تستعمله في الحاجه المليحه، في الحاجه المليحه. لا تزكي تزكيه ثابته كما تقول مثلا هذو اهل المنطقه كذا ولا العائله الفلانيه كامل في الجنه، هذه ما يجوش هذا، لانه هذه راك تتألع على الله. اما انك تحكم قال العائله الفلانيه ما شاء الله هما فيهم ناس ماشي ملاح، وتدخل العائله هذو ما الله يبارك نعرفوهم ناس ما شاء الله، هذا تشجيع وتعاود ترد هذاك الفاسد هذاك يعاود يرجع على نفسه يقول لك سبحان الله العائله تاعنا كاع يحكوا عليهم بلي ما شاء الله وانا راني مانيش مليح. معناتها انا مانيش مليح كما العائله تاعي. في المليح في الحاجه المليحه والمدح كيتعمم ما كانش مشكل، لانه هذا الكلام الحلو هذا يشجع الناس ان شاء الله. بصح في الاحكام على الناس بالذم، كي تذم الناس كاع سراقين كاع فيكم كاع كذابين كاع كذا كاع كذا وكاع فيهم هذه وكاع فيهم واحد طبايع فيهم، لا تقدر تقول اذا كنت انسان راك توجه في الناس تكون داعيه ولا مربي ولا كذا، واش دير؟ تقول للناس قال والله غير انا لاحظت في الولايه هذه، في الولايه هذه لاحظت واحد الظاهره يعني غالبه في الولايه هذه، تكثر بزاف في الولايه هذه، يعني ظاهره مذمومه مليح الانسان يبطلها، وتعلمها لهم للناس ماشي بالتعيير. ما تعيرش تقول انتم تديروا كذا وانتم تاكلوا هذيك وانتم تاكلوا هذيك، هذه طباع في الناس. فلذلك الان احنا التعميم موجود عندنا بزاف، وكين دخلوا مثلا الى اداره ولا نعموا كامل هذيك الاداره بلي سراقين كامل فيهم كامل، لا كاين ناس نزهاء، كاين ناس طيبين، كاين ناس يصلوا، كاين ناس يعبدوا الله كما تعبد الله انتايا، وكاين الناس يخافوا الله عز وجل، كاين ناس يبتلهم الله ببعض المناصب، كاين ناس راهم يعانيوا في مناصبهم. فالان لا نعمم، التعميم راح تسال عليه عند الله. ما نعموش الان فلان دار لي هذيك فلان دار لي هذيك، خلاص هو ولا كاين اغلبيه من هذوك الناس يديروا هذيك الحاجه، على الاقل قول كلمه اغلبيه. اما التعميم كامل هذو كيما راهم هكذا ماشي مليح تعمم، ماشي مليح. حتى ولو في لحظه غضب تعرف ان الله قالنا انا نستنسخ ما كنتم، نستنسخ
مش معناتها نستنسخ، رانا نكتبوا واش راكم تقولوا، راهو يكتب ما يرفض من قول الا لديه رقيب عتيد. كل كلمه، شوف الان نعطيك التعميم حتى بين الجنسين، قولك نساء كامل ما يسواوش، ونساء يقولك الرجال كامل ما يسواوش، على كامل على كامل، كاين هذا يخاف الله وكاين هذا يخاف الله، كاين المراه التي تزن بالملايين من الرجال، قلبها عند الله تبارك وتعالى مملوء بالتقوى، توزن عند رب العالمين، وكاين من الرجال من يزن عند الله تبارك وتعالى العجب العجاب، يعني كاين هذا وكاين هذا، على كامل هذا ما يسواش هذا ما يسواش. فالان الاحكام الاعتباطيه هكذا، الاحكام هذيك العامه ماشي مليحه، لذلك الانسان لا يعمم. الله تبارك وتعالى قال قالت الاعراب امنا، هنا طائفه برك، جماعه من الاعراب جاءوا دخلوا في الاسلام قالوا امنا، قال لهم ربي قل لا تقولوا امنا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. مش معنى الكلمه هذه، معناتها كاين فرق بين الاسلام والايمان، كما فرق النبي عليه الصلاه والسلام في حديث سعد بن ابي وقاص، قال يا رسول الله، قال قسم النبي عليه الصلاه والسلام صحيح مسلم، قال قلت يا رسول الله لما رايت النبي عليه الصلاه والسلام قسم فاعطى فلان وفلان فلان ولم يعطي اناسا، قسم الغنيمه، مد شويه من الناس وما مدش شويه، قال فقلت يا رسول الله انك لم تعطي فلان وانه مؤمن، قال النبي عليه الصلاه والسلام او مسلم او مسلم، يعني ما تقولش مؤمن، لان مؤمن مؤمن تزكيه. ولهذا تجي واحد المساله عقديه فقهيه اللي هي هل يجوز للانسان ان يقول انا مؤمن؟ يجوز الانسان يقول انا مؤمن؟ ومنه هل يجوز نقول للناس يا ايها المؤمنون كما يقول الخطيب؟ وش معناتها مسلم وش معناتها مؤمن؟ وش معناتها مسلم وش معناتها مؤمن؟ الاسلام هو ان تشهد، الاسلام شعارات ظاهره، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، الركن الاول، اقام الصلاه، تقيم الصلاه، تؤتي الزكاه، وتصوم رمضان، وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. هذه الخمسه هذه تؤمن بها بانها اركان وتؤديها. الان عندك الان هذا الاسلام، هذه الاعمال، شوف هذه كامل ظاهره، تشوف الانسان كيصلي، تشوفه كيصوم، تشوفه كيحج، تشوفه كيزكي، كامل ظاهره، اعمال ظاهره، هذه اسلام، هذه اسلام. اللهم من احيته منا فاحيه على الايمان، ومن توفيته منا فتوفيه على الاسلام. الان من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. فالان الاسلام الذي يثبت لك دخولك في الاسلام، دخولك يعني انك خرجت من الكفر ودخلت في الاسلام ان كنت كافرا من قبل، فهذاك الامر يثبت لك انتمائك للاسلام. الان انسان مسلم، شو حطينا له تقريبا الى صح مني التعبير، الى اني غلط ربي يغفرنا. الان اذا كان كما نقولوا حنايا جبت الانسان باطه فارغه ودرت لها حطيت لها اماكن تاعها وراح تعمر، الان هذاك الانسان اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، هذوما كامل امور تاع الايمان. وقلب الانسان الان، قلب الانسان دخل في الاسلام مازال فارغ، فيه شويه ايمان، فيه شويه ايمان، بدا يمشي، بدا يؤمن بالله كذا، الان بعد يبدا يعمل. كما ذكرت لكم كلام مفصل لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في خدمه العبادات لاعمال القلوب. فالان احنا في القلب تاعنا عندنا امور، أنك تؤمن بالله، تؤمن بالله، تؤمن بملائكته وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وكتبه والقدر خيره وشره، ستة، هذه هي أركان الإيمان. هذه أنت واحد ما يشوفها فيك، أنت تؤمن بالله، تؤمن بالله ماشي معنى تصدق باللي كاين الله موجود، إبليس كي تاني يصدق باللي الله موجود، إبليس قال وعزتك، البطولة أن تؤمن بأن الله عظيم، البطولة أن تؤمن بأن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذيك الإيمان بأن الله فيه والله 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 فيه الصفات كاملة والأسماء كاملة، هذاك الإيمان هذاك. أنت الآن ابتداء آمنت بالله إيمانا جازما بأنه رب خالق عظيم مدبر سبحانه وتعالى ملك، خلاص آمنت به، هذا الإيمان الأول تاعك، هذا مثال، هذا ايمان الاول تاعك، الركن تاع الايمان الاول، راك حطيت الاعمده الان. فالان تبدا تبني، تبدا تبني وتبدا تطلع، تولي الايمان تاعك يبدا يقوى، الايمان تاعك يبدا يقوى، كل ما تتعرف على الله
أكثر الإيمان يطلع أكثر. ألا وإني أعلمكم بالله وأخشاكم له. فكل ما تتعلم من هو الله كل ما يزيد الخشية يزيد الخوف يزيد الرغبة. شوف هادو ما شوف هادو ما هادو ما ليطو هادو ما المقادير هادو ما كيفش يطلعوا. شوف الخشية الخوف من الله حب الله الرغبة في الله الطمع في الله رجاء الله دعاء الله هادو ما كامل. شوف هادو ما أعمال قلبية هذه يسموها أعمال قلبية. أنا ما شوفها فيك تمجوها فيها. هذه تظهر آثارها على الإنسان تظهر آثارها صح. واحد ما يشوفها غير ربي سبحانه وتعالى. هذيك منين تجي؟ هذيك منين؟ هذيك تجي بأمرين اثنين، عن طريق المعرفة والإثبات وعن طريق العبادة. عن طريق العبادة كل ما تعبد الله تولي تحبه أكثر تخاف منه أكثر تخشاه أكثر كل ما تعبده تتقرب إليه. والحاجة الأولى اللي هي طريق المعرفة. طريق المعرفة قلنا أنك تتعرف على الله. اليوم عرفت بلي كان الله خالق رازق مدبر هو يملكنا هو كلش. ومن بعد مع الوقت يجي واحد يشرح لك ما معنى كلمة الرحيم. كي تتعلم ما معنى الرحيم يزيد لك الإيمان بأن الله رحيم. وش يولد فيك الرحمة؟ تولد فيك الرجاء، تزيد لك الرجاء، تولي ترجو الله أكثر. فهنا تولي آثار الأسماء والصفات انت الله فيك انت. كل ما تطلع هذه الإيمان يقوى وتولي انت اليقين. ما نكوش الحرام ما نديرش هذه علاه أني غير نشوف غير في الله سبحانه وتعالى. تعرفت عليه خلاص دوكا خلاص نولي نضحي على جاله لانه نعرفه. كي ما نعرفوش ما نعبدوش مليح. كي ما رانا دوكا ما نعرفوش مليح رانا نقولوا كاين الله كاين كذا، ولكن يجوا الحلال الحرام نقول ما كاش مشكل. علاه؟ ما نعرفوهاش مازال ما عرفناش مليح. فلما تتعلم من هو الله مليح. انما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم اللي يخافوا ربي مليح يعرفوه. فلذلك الان احنا كل ما نتعرفوا عليه هذه تحتاج منا وقت شويه. نحضروا الحلقات نسمعوا أم قاعدين الصحابة كل مرة يزيد لهم شوية النبي عليه الصلاة والسلام يوري لهم اليوم الآخر يوري لهم القبر يوري لهم الله عز وجل من هو الجنة النار. يتعلموا هذه الأمور الإيمان يطلع. كي يطلع الإيمان يولي إنسان مؤمن. بصح ما يقولش أنا مؤمن لأنها تزكية. فالإنسان هذا الآن اللي راه يتعلم من هو الله تبارك وتعالى هذا الإنسان. مثلا صحابة قال النبي عليه الصلاة والسلام يضحك ربنا لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. الصحابي قالوا يضحك ربنا يا رسول الله. هو متخيل بأن الله ملك على عرشه وطبيعة الملك أنه لأنه الإنسان وش احتكاكه بالملوك في الأرض وش هي جبروت ولا لا طغيان. الملوك انت على الأرض وش يدير؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. فالآن والملك عقيم كما يقولون. فالآن طبيعة البشر في التاريخ أن الملوك وش هما جبابرة. تتفكر قارون وتفكر فرعون وتخاف. كي قال له يضحك ربنا لانه حس الناس انه ملك الملوك يضحك يضحك. قال له صحابي قال له يضحك ربنا. قال له اجل يضحك ربنا. قال له والله لن نعدم خيرا من ربي يضحك. قال والله هذا الرب هذا اللي يضحك هذا والله ما يجينا من غير الخير. وش يكون لك هنا؟ يكون لك رجاء في الله تولي ترجو الله ترجو رحمه الله تقول ان شاء الله العافيه يوم القيامه. هذيك الرجاء. بس هذا الرجاء هذا وحده ما يكفيناش نقولوا نعصى الله بزاف من بعد. فلما تقرا يجي النبي عليه الصلاه والسلام ويقول لنا على الله تبارك وتعالى ان الله ان الملائكه تقول يوم الحشر ان الله اليوم في يوم الحشر قد غضب غضبا لم يغضب قبله قط ولن يغضب بعده قط. تحبس انت شويه تعود تخاف. هذيك تاع الخوف تزيد شويه زادت قبيله تاع الرجاء دوكا زادت تاع الخوف. فهذيك التعرف على الله تبارك وتعالى بهادي وهادي وهادي وانت تقرا القران يعني احيانا تجيك سكينه. لما تكلمنا على كلمه المهيمن تعرف ان الله عز وجل هو اللي يسيطر على الارزاق ماشي المافيا ماشي المافيا ماشي العصابه. رزقك من المسيطر عليه؟ الله تبارك وتعالى هو المهيمن هو كلش تحت يده سبحانه وتعالى. وهذا اللي يسيطر على كلش هدايا ماشي كيما المافيا اللي تسيطر على هذه وتسيطر على هذه وتسيطر على هذه. فكي تسمع بلي المافيا تسيطر على حاجه تخاف انت تقول انا ما تاجر فيها ويتاجر فيها المافيا فتخاف انت. بس كي تعرف بلي حاجه يسيطر عليها الله ما تخافش تطمئن. فسيطره الله تولد فيك الطمانينه وسيطره البشر على شيء يولد فيك الخوف وعدم الطمانينه. فلذلك شوف كل ما تتعلم اسم من اسماء الله وصفه من صفات الله راح القلب يرتاح ويزيد في الايمان ويزيد في الثقه في الله ورجاء الله ورحمه الله. وراك تمشي وتطلع والايمان يطلع وتولي ما شاء الله وتولي من بعد وش تدير؟
تولي احيانا الحلال تسمح فيه من اجل العباده تاعك، تولي حاجه تقول هذه معليش ما العلماء كي يقول حلال انا خليها، هذا حب اللي انا نعرفه نحبه وعندي علاقه معه خاصه خليني منها بلك يغضب عليا ولا، فتولي انت يا تضحي على جال الله تبارك وتعالى. وهنا يلحق الانسان مستوى الايمان. في البدايه احنا يا مسلمين بالوراثه، مسلمين بالوراثه في بطاقه التعريف مسلم هذا ما كان، وحنا الحمد لله هذه تنجينا من النار ان شاء الله، ونسال الله يرفع ايماننا يا رب. فلذلك الان احنا هذه تنجينا من النار، نكمل بعد الاذان ان شاء الله. ولذلك الإنسان يجوز له أن يقول أنا مسلم. علاه علاه يجوز أن يقول أنا مسلم؟ لأنك أنت لازم تدخل في الإسلام، واجب عليك كي تدخل في الإسلام واش درت؟ أديت الواجب بنا عليك. لو كان تقول أنا ماشي مسلم واش معناتها؟ كافر. فلذلك الآن لازم تقول أنا مسلم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ماشي من المؤمنين. بصح كي تولي مسألة تاع يقين، اليقين 100%. قال موسى لما رأى ربه تبارك وتعالى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ربي سبحانه وتعالى لما تجلى للجبل دك الجبل دك سبحانه عظيم جعله دكا وخر موسى صعقا، صعق موسى صعق. فلما أفاق موسى من الصعقة هذيك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هنا لازم يقول مؤمن على هو يتكلم مع الله خلاص الحق لدرجة يقين. وأنا أول المؤمنين بك إيمانا جازما يقتضي العمل الصالح. فالآن وأنا أول المؤمنين، ولذلك احنا نقول نحن مسلمون ونحن مؤمنون. لماذا؟ لكي نجمعوا الناس كامل نقولوا احنا المؤمنين. وش معناتها المؤمنين؟ معناتها احنا نؤمن بالله ايمانا جازما تصديقا جازما، وفي نفس الوقت كاين فينا ناس مؤمنين 100%. كاين ناس راهم الفوق ما على بالنا شكون هما، العلم عند الله. بصح رانا ضامنين 100% بلي كاين ناس يخافوا الله، كاين ناس مؤمنين، كاين ناس يباتوا راكعين، كاين ناس الله يبارك. فالان هذوك كي يقولوا احنا مؤمنين ولا يقول الخطيب يا ايها الذين امنوا او يا ايها المؤمنون، هذه مش تزكيه، مش تزكيه لذات الانسان. الافراد هو المشكل، ان يتكلم الانسان بصيغه المتكلم يقول انا مؤمن او تقول الانسان انت مؤمن، لانك لم تطلع على قلبه. لا مش تقول انت مؤمن. اذا قلت بالتقييد انت مؤمن بالله يجوز. مؤمن بالله ما معناه؟ معناتها انك مصدق بالله تصديقا جازما، ماكش تكذب ربي سبحانه وتعالى. الايمان هنا بمعنى تصديق جازم. اما الايمان اللي يقتضي ماذا؟ يقتضي التزكيه، بمعنى ان الانسان هذا راه واصل لواحد المرتبه فوق الاسلام، اللي هي لان الايمان اخص من الاسلام. ان تقول انا مؤمن معناتها راني ارتقيت من المسلم الى المؤمن، هذه لا، هذه تقيد ان شاء الله. قال العلماء الاستثناء في الايمان، هذه المسألة العلماء لهم فيها كلام. والصحيح فيها، الصحيح فيها وش هو؟
أنه يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بمعنى إذا شاء الله جعلني من المؤمن أنا مؤمن. أما تقول أنا مؤمن معناتها راح تزكي نفسك، وربي قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ما تزكيش نفسك إذا قلت أنا مؤمن. أما مسلم، مسلم لازم تقولها، ماشي تزكية، دراع عليك تدخل في الإسلام أنت، يعني دراع تقول أنا مسلم، واحد تقول أنا كافر لازم تقول، يعني هذيك أقل حاجة لازم تكون موجودة فيك، على هذيك تقول أنا مسلم. ولهذا قالت الأعراب آمنا، هم جدد في الإسلام، قال ربي سبحانه وتعالى لهم يعني قل يا محمد قل لهم قل لم تؤمنوا، مازال ما لحقتوش لدرجة الإيمان اللي يترسخ فيكم الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مازال القلب هذاك ما تعمرش مليح، لازم لك معرفة مع الوقت. كانوا يدخلوا صحابة قالوا لا إله الله يا رسول الله إني تجدني كارها، قالوا قولها وانت كارها ماشي مشكلة، قالوا تجدني كارها أن يقول لا إله الله وقلبي راه كارها، أنا مازال يعني لعبت في الأصنام، قالوا قولها ادخل في الإسلام ساهل، ومن بعد بالعقل الصلاة هذيك تسقموا يقول يحب لا إله إلا الله، لأنه كان شيء كل عمل قلبي يحتاج إلى أن يتربى داخل القلب، ما تقدرش تجيبه وتديه مرة واحدة. أما الشهادة، شهادة تقولها في نهارك أشهد أن لا إله إلا الله وعند رسول الله، لأنها تنبني على أمر معرفي ماشي أمر قلبي. ولهذا قال لهم ربي مازال مسلمين، مازال هادو دخلتوا في الإسلام. وهذا إخواني الكرام وش يقول إن الله تبارك وتعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، دلالة على أن الإيمان هو محله، الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا، شوف الآن راح يرسم لهم الطريق اللي يبني لك الإيمان تاعك، طريق وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. يعني دائما إن تطيع الله وتدخل في الإسلام وتبدأ تخدم دينك وتبدأ تحل الحلال وتحرم الحرام، ما تمشيش على هواك انت، لما تطيع الله وتقول الحمد لله هذا ربي نزل علينا القرآن وكاين سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكاين علماء ينورونا، نسأل الحلال نسأل الحرام نشوف الطريق تاع ربي سبحانه وتعالى وش يقول ونشوف الطريق اللي يبارك لي فيه الله عز وجل نمشي فيه. كي تمشي ربي قال لك لا يلدكم من قصلك حاجة شيئا، هنا لا يلدكم نكرة في سياق تفيد أي شيء، والله انت تنسى وربي ما ينسى، أحصاه الله ونسوه، كل صغيرة والله شوف الابتسامة تبسمها في وجه خوك ربي يكتبها لك انت تنساها والله تلقاها يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يأخذ الصدقة، واحد يتصدق انت تصدقها تمدها حاجة صغيرة تمدها في سبيل الله يأخذها الله، شوف سبحان الله رعاية عجيبة، قال فيأخذها فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، كما يربي الإنسان الحصان تمشط له وتربيه وتمشيه وتقطع له شعر تاعه وكذا وتحط له زريبة تاعه وتنقيله، كما يربي أحدكم فلوه الصغير هذا كيزيد الحصان حتى يكبر يولي ما شاء الله فرس، قال فيأتيه بها الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يجيبها لك كل جبل جبال انت مديت 1000 راك مديت 10000 وكان القلب نظيف تريد بها وجه الله بينك وبين الله وداها ربي داها ورباها، يربي الله صدقات يربي صدقات يمحق الله الربا ويربي الصدقات يربيها هذيك صح لي حوس على الله شي في البنك يطلعوا عند الله يطلعوا. فالآن ماذا فعل؟ ربالك هذيك الصدقة وكبرت هذيك الصدقة وجات كبيرة جدا فتجدها أنت عند الله تجدها. شوف الآن رعاية الله بعمله كيفاش تحوس ينقص لك، كيفاش تحوس ينقص لك، مهما كان الإنسان من البشر يعمل لك في المحاسبة تخاف يغلط تخاف ينسى تخاف ممكن يأكلك ممكن يكون شيء ثقة، ولكن الله تبارك وتعالى تخاف هو في ذاته يفوته أمور المحاسب هذاك فاته أمور ما قدرش يحصيها، ولكن الله أحصاه الله ونسوه كل في كتاب. لذلك قال لا يلدكم من أعمالكم شيئا، على قلنا الكلمة هذه قلنا ربي سبحانه وتعالى الكلمة هذه باش نرتاح، لأنه الإنسان كي يخدم شكون يحسب لك في الخدمة تاعك حسناتك اللي كتدير فيها علاك مرتاح تعبد في ربي ومرتاح عليه، لأنه ده ضامن 100% باللي كل حاجة كدير فيها ويحسبها لك ويتخبى واحد ما يجي واحد ما يمحيها واحد ما يجي مور ظهره ويمحيها ولا يتبحر الكراس اللي كتبوا لك الحسنات تاعك فيه مضمونة 100% لأن الله عز وجل هو يربيها، هو قال لا يلدكم من قصلكم من أعمالكم شيئا ما تخافش ارتاح، فأنت تعمل فقط.
تعمل والله ما ينقص لك. البشر ينكروا لك الخير وقد يردوا لك الخير شر، ولكن الله سبحانه وتعالى يرد لك الخير خيرات، لأن الله شاكر، شاكر عليم. ولما تعلم أن الله شاكر، شاكر وشكور، وش معنى شاكر وشكور؟ الشاكر هو الذي يرد لك أفضل مما أعطيت، دائما يجازيك بحاجة ما تستاهلهاش أكثر من تستاهل. يعطيك في عود، يعطيك حسنة بحسنة، شحال يعطيك؟ 10 أمثالها، 700 ضعف، يضاعف الله ما يشاء. يعني دائما الله شاكر عليم، وهذه شاكر عليم تخليك تحب تخدم، وتخليك تثق في الله تبارك وتعالى، وتخليك باللي حساباتك راهم مضمونين وراهم يزيدوا، وفرحان وتعطيك فرح بانك تزيد تخدم، لان ربي يزيد لك في الافل الجزاء. فهذه كلمه شاكر اسم من اسماء الله، تربي فيك الايمان وتعطيك التحفيز هذا، فهذه من المعرفه التي تقوي الايمان. اذا الله تبارك وتعالى قال لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. يعني ما معنى غفور رحيم؟ يعني الاعمال السيئه الاخرى يمجيها الاخرى تاني يمحيها. لما تعمل تتبع الحسنه السيئه، السيئه الحسنه، كي دير سيئه وتعمل حسنه وراها يمحي لك الله تبارك وتعالى. واتبع الحسنه السيئه، الحسنه السيئه تمحوها، تمحيها لك. يعني هذه مهمه جدا انك تفهمها، وهذا هو طريق الايمان باش ترتقي انت من الاسلام الى الايمان. ولهذا شوفوا اخواني الكرام، الله تبارك وتعالى قال انما المؤمنون. الان وش معناتها انما هذه؟ علاه انما هذه معناتها المؤمن تاع الصح هاولي كله اللي راح يقوله لك دركا. انتم دخلت في الاسلام وقلت امنا، لا قال ربي ما تقولوش امنا، قولوا اسلمنا، راكم جدد، ما زلتوا جدد، مازال راكم مازال ما صليتوش، مازال ما ارتقيتوش، مازال ما قريتوش، مازال ما حفظتوش، مازال ما تعلمتوش، مازال ما جلستوش في الدروس، فالان ما زلتوا بالعقل. قال لهم تحبوا الطريق تاع الايمان؟ اروح نوريكم مؤمنينكم. قال انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. ايمان حقيقي ثم لم يرتابوا، هذاك الايمان الحقيقي ما عندوش شك، ما عندوش شك. قلت لكم انا اننا احنا رانا احيانا نروحوا الخطوره لما نشوفوا بلاد الغرب على ما فيها من التنظيم وغير ذلك، وهذا يعترف لهم به، نعترفه. واحنا رانا مخربين امورنا دنيانا وكلش، اداره وتربيه وغير ذلك، كلش يعني فاسد الا من رحم الله تبارك وتعالى. فالان لما نشوفوا هذا الامر احنا نقولوا واحد الكلام، نقولوا هما المسلمين احنا الكفار. لا 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 لا، دائما دائما دينك اعتز به ولو كنت في الحضيض. احنا مسلمين بصح ماناش نطبقوا مليح الدين تاعنا، لازم نرتقي والايمان، لازم نروحوا للايمان. هذاك الايمان انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ايمانا حقيقيا جازما لا شك فيه ثم لم يرتابوا. ما يقعدش يشك منا، بالك هذا الدين خير، بالك هذا خير، بالك يبيع دينه بعرض من الدنيا. وحنا اليوم في الساعة الأخيرة هذه كما يقولوا، في آخر الزمان، ما قالش علينا الرسول عليه الصلاة والسلام يبيع دينه بعرض من الدنيا؟ ما راناش نبيعوا، ماشي نشوفوا ناس تبيع دينها من أجل الدنيا. حانوت كامل، حانوت كامل كامل فيه غير الحلال، يدخلوا الدخان، يدخلوا حاجة، يدخلوا حاجة حرام، يحرم كلش. علاه؟ يعطيك ربي الحلال ورزقك ما يديه لك حتى واحد، نحيد نحي الحرام هذاك، نحي الحرام. حلال عطاه ربي ما شاء الله، يروح يدير سلفيه. علاه دير سلفيه؟ راك تاكل تشرب، وري الضروره، وري ضرورتك الان وراهي. فالان يقعد الانسان في الحلال ثم يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع شهاده زور، رشوه، اكل حرام، اكل ربا، اشياء، اكل اموال الناس. يعطيه ربي ميراث ما شاء الله، عطى له ربي الملايير جاته ما خدم ما والو، يزيد يدي حق الاخوه والاخوات، لازم يدخل فيه الحرام. اعطاك الله، اعطاك الله هذاك الشيء هذاك قليلا او كثيرا راح يبارك لك فيه ربي سبحانه وتعالى. تدنى تزيد دخل الحرام راح يمحق الله هذا الامر هذا كامل، فتروح البركه يمحقها ربي. فلذلك الان انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. لان هذاك الوقت لما كان الجهاد قائما على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، لما كانت هذيك العبوديه عبوديه وقت، كاين واحد الحاجه يسموها عبوديه الوقت، وانا نحبك تفقه الامر هذا مليح. كاين حاجه يعيطولها عبوديه الوقت. وش معناتها عبوديه الوقت؟ كاين احيانا مع مرور الزمن ربي يحط عباده هي كيما العبادات الاخرين، بصح تولي هي العنوان تاع الدين، تولي هي العنوان تاع الدين تاعك، عنوان الدين. بكري بكري الناس كامل تصلي،
ما كانتش الصالات عنوانا للديني كما راهي دوكا، كانت عنوان للدين ولكن ماشي كما دوكا. دوكا الانسان يصلي تعرفه ماديا مؤمن، تقدر تتكلم معاه وتروح معاه تسال على امور اخرى، ما يصليش ماهوش ماديا معناتها. ما كنا نزيد نسال على امور، ما تصليش ما نقدرش نسال على امور اخرين، انت ما تركعش لربي اسمع ما حين تقدرش. واحد جاي يخطب ابنتك، بنتك جاي يخطب بنتك، تروح يصلي هاي يصلي، نزيد نسقسيو دوك الاخلاق وكذا، نروح نبداو نزيدو نمشيو شويه، نزيدو نسالو اسئله اخرين. اه ما يصليش ما يصليش، واش راح نسقسيو، واش راح نسال، واش راح نسال؟ اذا كان هو ربي راه يقول له روح عندي خمس مرات في اليوم والليله، نعطيلو البنت واش يدير فيها الانسان هذا، واش يدير فيها الانسان هذه، يدخلها لجهنم. فلذلك الان ابتداء الصلاه ولات عنوان على التدين. احيانا بعض الامور، بعض الامور في ديننا تدل على تولي رمز للديانه، رمز للديانه. فلذلك الان مثلا كالحجاب في بعض المناطق رمز للدين، رمز يعني اذا خلاه الانسان خلى دينه. فالان هذاك الامور الانسان هذيك هي عباده الوقت نتاع الانسان. فالجهاد لما كان قائما في سبيل الله فقط الرسول عليه الصلاه والسلام غزوه مور غزوه، ولا امتحان بالنسبه للصحابه للمجاهدين منهم والقاعدين، ولذلك جاءت ايه الامتحان. فلذلك ولا يقول ان ربي سبحانه وتعالى ليعلم المجاهدين منكم، ليعلم المجاهدين على المجاهد هذاك، لانه كاين حروب كل يوم نتايا على ما رحت، هذا دليل ان الايمان تاعك راه تحت، راه كل يوم النبي عليه الصلاه والسلام غزوه بدر واحد انت كامل ما رحت لهمش، على ما تروح لهمش واش راك دير؟ معناتها عندك حاجه ماشي مليحه. فلذلك الان احيانا لما تبرز عباده وتولي هي رمز للمسلمين ويحتاجوها المسلمين، تولي هناك الموقف، هناك العباده. كمثلا في مسألة القول بخلق القرآن الكريم في عهد الإمام أحمد رحمه الله، ولات هذيك رمز العقيدة تما، اللي يقول بها هذاك هو الصح. فالآن لابد من النظر إلى ما كان القرآن يتلوه في وقت الصحابة، ولذلك ذكر لهم الجهاد بأموالهم وأنفسهم، قال أولئك هم الصادقون، هذو هم الصادقين. وش معنى الصادق؟ علاه قال كلمة الصادقين؟ الصادق هو الذي يوافق ظاهره باطنه، صدق. قال المسلم مسلم حقيقة، مؤمن مؤمن حقيقي، يعني الاسم تاعو كما المسمى، هذا الصدق. الصدق الصدق هي موافقة الظاهر للباطن، ولذلك هذو هما الصادقين. شكون هما الصادقين؟ اللي قالوا لآمنوا بالله ورسوله بدون شك ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. هذاك الإيمان بالله ورسوله القيناه أثبتوا لنا الإيمان وين؟ في ساحة الوغى لما جهدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذه هذه الآية نعتبر منها واحد العبرة ونختم إن شاء الله. ما هي العبرة؟ العبرة أن الإنسان لابد أن يعرف قدره، لازم الإنسان يعرف قدره يا إخواني الكرام. الشاب الذي راه يقول بسم الله الحمد لله ربي وفقني وتبت إلى الله تبارك وتعالى، أنا نكون في طريق ماشي مليح، وكنت في ربما كنت كان مت نموت سكران، نموت مخدر، نموت وانا نسرق، نموت وانا نقطع الطريق، نموت وانا عاقل والدين، ممكن نموت وانا قاتل نفس ثاني، نتشاجر مع انسان القاتل المقتول في النار. فالان ربي نجاني ووفقني والحمد لله وما رانيش في طريق هذيك المعوجه، وجيت وهداني الله وراني نركع مع الراكعين. الان راني نبدا نصلي، اياك واياك انك تنقز وتروح الى مسائل بعاد عليك، بعاد بعد. لازم تعرف انسان يعرف قدره، كل واحد فينا يعرف قدره، كلنا كيما رانا مازلنا نحتاج الى من يعلم. كل واحد فينا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الانسان لازم يعرف قدره. حاجه ما نعرفهاش حاجه تاع العلماء بيناتهم، ما ندخلش روحي. هذه مساله صعيبه عليا، ما تنفعنيش، او ربما كنت ندخل فيها العقل تاعي ما يستوعبهاش، خطيتني، ما نتكلمش فيها. انا ما نتكلمش، انا يا راني نعبد في ربي سبحانه وتعالى، نروح عند الامام نقول له يا شيخ هذه حلال ولا حرام، خليني نعبد ربي ندخل الجنه لاباس، كما قال واحد درك عبد ربي ودير الكاسك، دير الكاسك وعبد ربي، يعني لازم وامشي على الحيط، امشي على الحيط. لانه نقول لك حاجه، احيانا الناس شباب يدخل وعنده قوه ويحب يخدم الدين ويحب يكون طالب علم، هذا شيء جميل جدا ما شاء الله، ولكن قد يتعدى ويدخل في طبوليات وهي مسائل
يعني اكبر مازال ما لحق لهاش، لازم له تاصيلات باش يلحق لها المسائل هذه، ما يقدرش يستوعبها. احيانا رانا الى يومنا هذا مسائل كثر نقراوها والله ما نفهموها، ما نفهموش وجه الخلاف، وجه الاستدلال، تولي كل يوم ربي سبحانه وتعالى يزيد يفتح عليك وتزيد تقرا وتقول سبحان الله ما كنت فاهم مليح هذه الكلمه. فالان لازم الانسان اولا يقرا ويتعلم. ربي هذه الايه اعطانا فيها درس باللي كل واحد لازم يعرف قدره، وكي تعرف قدرك تولي تم الرفعه تاعك عند الله. قال انا 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 انسان بسيط، انا انسان نجي نصلي كذا ما ندخلش روحي في العلماء، ما نقولش هذا عالم تسمع له هذا ما تسمعلوش، هذيك العلماء يقولوها العلماء، انا خاطيني انا نسال العالم واش يقول لي نطبق، ما نجيش نفرض امري على الناس. وانا مازال جديد انا هذا، وقلت بسم الله كاين الناس مازال الخمر في العروق نتاعو، مازال ما فوتش 40 يوم مازال ويتكلم في اهل العلم. لا ما تروحش لهذه الامور هذه، وانما الانسان يعرف قدره. يقول الان انا عندي مشروع، اول مشروع ديره كي يمن عليك الله بالتوبه والصلاه، وش هو المشروع تاعك؟ المشروع تاعك انك تعتني بقلبك فتعبئه بالايمان. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا مازال ما دخلتوش في الايمان مليح، ما لحقتوش درجه الايمان، ولكن ربي يقولنا لازم تلحقوا لها. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فالان هذه الايمان درجه مطلوبه منا، مطلوبه، ولكن احنا في البدايه نقولوا بلي احنا مازلنا كاين امور ما نعرفوهمش، كاين ناس قرات بزاف، احنا جينا نطعن في انسان قرا. كاين ناس عندهم عشرات السنين قراوا علماء كبار، هو يفتي انا نقول عليه هذاك فيه وهذاك كذا وهذاك علماء السلطان وهذاك كذا هذا كذا. خلي شوف، خلي لحوم العلماء مسمومه ما تكلمش فيها. ولازم تعرف قدرك. انا مانيش نطيح لك في قدرك انت لا بالذات، لا، وانما كل واحد فينا نخاطب في نفسي انا. وانما كل واحد فينا لازم يعرف قدره، باللي احنا عندنا ذنوب الله سترها، لو كان يفضحها ربي عز وجل رانا نفضحوا فضيحه كبيره، نسال الله يعفو عنا. والامر الاخر ان ايماننا هذا الاعمال اللي نديروا فيها ضامنين احنا يقبلها ربي؟ ضامنين؟ ما ضمناهاش. احنا رانا حاصلين مع ربي لا يقبلنا ولا ما يقبلناش. فالانسان العنايه بالنفس، بنفسك انت تعبي فيها هذاك الايمان وتعتني بها وتقوي فيها الصله مع الله تبارك وتعالى، وتعتني بالعبادات، بالعبادات اللي تقربك من ربي سبحانه وتعالى، وتعتني بالدروس والامور اللي تزيدك معرفه. هذه هي طريق الايمان تاعك، ماهوش طريق الايمان انك لابد تحط الناس درجات وتطلع فوقهم. هذه غلطه كبيره في الشباب راهم يديروا فيها. وقلت هذا الكلام انا الان نصيحه لنفسي ولاخواني الذين يخوضون شباب صغار في المراهقه 16 سنه 17 سنه، والله تشوفوا داير مقالات في التواصل الاجتماعي تتعجب، تقول كي تقرا له تقول هذا من علماء الكبار، هو كذا هذه كذا هذا مبتدع هذا في كذا، ويجيبوا صور تاع ناس دعاة ويديروا عليهم هكذا بالاحمر، هذا ما تسمعلوش، هذا زنديق، هذا كافر، هذا فيه هذا كذا. حتى احيانا علماء يقول حمار كلب، هذه اعزكم الله، يعني عالم تقول عليه كلام هذايا، هذا انسان، الانسان ما تقولوش هذا الكلام، ولقد كرمنا بني ادم. فلذلك شوف مصيبتنا في ديننا ان هذا الدين ما عرفناهوش حنا، واننا ما نش عارفين قدرنا. رحم الله امرا علم قدر نفسه، والله اللي يعرف قدر نفسه والله غير يعيش ما شاء الله مرتاح. نسال الله يعبئ ايماننا قلوبنا بالايمان، وان يغفر ذنوبنا وان يرحمنا، ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله، وان ينور قبورنا وقبوركم، وان يجعلني واياكم من اهل الفردوس الاعلى، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي الصلاه، حي الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت